يا مساء الخير والبركة على كل متابعين أكلنا بالمصري. النهاردة هنعمل أفخم وأشيك بسكوتات العيد السابلي، هنعمله بثلاث مكونات بس، وأتحداكي هتعمليه في البيت بنتيجة ممتازة. وأوعي من بره تشتريه لأنه غالي جدا، لكن في البيت هيطلع حلو ومش هيكلفك كتير. بسم الله نبدأ كده. في الأول معانا كيلو إلا ربع دقيق، يعني 750 جرام، بالكوباية 6 كوبايات. بعد كده هننزل على الدقيق بكوبايتين سكر بودرة، وبالجرام 300 جرام. وأوعي تقلبي الزبدة مع السكر في الأول، لكن ممكن نقلب السكر والدقيق مع بعض، أو نحط الثلاث مكونات مع بعض ونبتدي نلم العجينة. احنا مش بنعمل غريبة، فبلاش السكر والزبدة يتقلموا مع بعض، غلط. تمام، قلبنا السكر والدقيق مع بعض، ننزل ب 500 جرام زبدة، بالمقدار كده 2.5 كوباية. تمام، لو الزبدة معاكي مرنة وهتبتدي ان انت تحطيها في الكوباية. هنا نلم العجينه بقى. المهم ان الزبده لازم تكون طريه بس ساقعه، يعني مش عايزينها تكون جامده قوي. ضروري برضو ان احنا نستخدم ايدينا، علشان حراره الايد هنا بتعمل على تجميع العجينه، بتبقى مظبوطه بحراره الايد. فهنحاول ان احنا نقلبها من غير ما يعني نعجن فيها كتير، ونبتدي نختبر حته بعد ما العجينه تتشكل معانا، نكورها كده ونضغط عليها. لو لقينا فيها تشققات بسيطه، كل اللي هنعمله ان احنا نحط ايدينا في العجينه تاني ونبتدي نلمها تاني. حراره الايد هنا هتظبط لنا العجينه. طيب انا هختبرها تاني، هتطلع معايا ممتازه. طب لو فضل فيها تشققات، ممكن هنا استخدم بياض بيضه. لو فضلت مفرولة معاكي بزيادة وفيها تشققات، حطي بياض بيضة ولمي العجينة، هتظبط معاكي جدا. بعد ما بخلص على طول ببتدي اشكل، بجيب كيسين مفرودين وباخد حتة من العجينة وبحطها على الكيس، وبحط كيس تاني من فوق، وببتدي افردها يعني بسمك كده 1 سنتي او 0.5 سنتي لو احنا عايزين البسكوتة رقيقة قوي. المهم ان احنا لازم نستخدم كيسين علشان العجينة ما تلزقش على الرخامة او على اي حاجة احنا بنفرد عليها، فالكيس اسهل حاجة. بعد ما فردنا وبنشيل الكيس اللي على الوش، بنبتدي هنا نستخدم القطاعة. اي شكل موجود عندك تقدري تستخدميه. انا عندي اشكال من زمان اللي هي اشكال البلاستيك، جبت اشكال جديدة اللي هي الستانلس، اللي بتبقى على اشكال مختلفة، يعني ممكن شكل العين، الشكل البيضاوي، دمعة العين، يعني اشكال كده جميلة اللي هي بتاعت المحلات. فهنبتدي نضغط وناخد الشكل اللي احنا عايزينه. بعد كده هنرفع الكيس من تحت ونشيل الاشكال اللي احنا حضرناها بالقطاع. الاشكال دي على فكرة مش غالية قوي، انا كنت جايباها من سنة تقريبا بس ما استخدمتهاش، فدي بتقعد معاكي يعني ما شاء الله العمر كله، افضل كتير قوي من الاشكال البلاستيك. هنا بقى بنشيل الزوايد من حوالين الشكل، وبنبتدي نرفع ايدينا، بنرفع العجينة يعني من تحت الكيس، كل قطعة بتطلع. العجينة ما شاء الله طالعة مظبوطة جدا، وما بتطلعش متقطعة ولا لازقة ولا مفرولة. طيب انت جيتي تطلعيها لقيتيها لازقة معاكي، هتعملي ايه؟ هتحطي الكيس كده بالعجينة زي ما هو على صينية، وتدخليها الفريزر 5 دقايق، هتلاقي العجينة بقت متماسكة. اول ما تطلعيها على طول من الفريزر، شيلي الزوايد بتاعت العجين وطلعي الشكل اللي انت محضراه، هيطلع معاكي بكل سهولة. هنخلص كل العجينة ونرصها في الصينية، الصينية مش مدهونة. بعد كده ندخلها فرن سخن مظبوط على درجة حرارة 170، وهنحط الصينية على الرف اللي في النص، والنار شغالة من تحت بس، وبتقعد من 10 دقايق ل 12 دقيقة، لان البسكوتة رقيقة فمش هتغيب في الفرن، واول ما تاخد لون دهبي بسيط بالشكل ده طلعيها على طول. ولو عايزة التسوية زيادة سيبيها في الفرن دقيقة كمان. كده خلصنا البسكوت، نبتدي نعمل اشكال التارت. انا عندي شكلين من قوالب التارت اللي حجمها صغير، فيعني لو خدتي العجينه كده وحطيتيها في القالب على طول، ممكن حروف القالب تعكسك شويه، او حروف العجينه جوه القالب، لان القوالب اغلبها بيكون شكلها مشرشر او مزجزج. فالافضل ان انت تاخدي حته عجينه وتكوريها على ايدك كده بسرعه، وتحطيها في القالب وتضغطي عليها من النص كده داير ما يدور، هتظبط معاكي وهتطلع ممتازه. نخلص الكميه كلها، ضروري ان احنا نديها نغزه كده بالشوكه علشان البسكوته في الفرن ما تعلاش وتنتفخ. نخلص الكمية كلها بالشوكة، بعد كده هندخلها الفرن. برضو الفرن لازم يبقى سخن وعلى نفس درجة الحرارة، وعلى الرافل في النص بس. قوالب التارت هتقعد معانا مدة أطول شوية، لأن سمك العجينة في القالب أتخن من البسكوتة اللي في الصينية، فالقوالب دي هتقعد معايا 15 دقيقة. أول برضو ما تاخد لون دهبي زي ما انتوا شايفين كده، بنطلعها على طول ونسيب البسكوت وقوالب التارت تبرد براحتها. البسكوتة ما شاء الله مش لازقة في الصينية ولا بتتكسر ولا أي حاجة. قوالب التارت بعد ما طلعتها، مجرد بس ما الحرارة تروح منها،
مجرد ما بقلبها كده بتطلع على طول من القالب كده. احنا خلصنا التشكيل، نبتدي نزين. انا هعمل قوالب الطرت بالجناش، فعندي نص كوباية لبن ونص كوباية بودرة كريم شانتيه خام اللي هي بدون سكر. لو انا حابة الجناش مسكر شوية فهحط معلقتين سكر مع اللبن وبودرة الكريم شانتيه واقلبهم على البارد مع بعض. بعد كده هرفع الخليط على النار، النار متوسطة، وتقليب باستمرار لحد الخليط ما يبقى دايب مع بعض كده، بس المهم ان لازم يبقى سخن جدا. بعد كده هبتدي احط الشوكولاتة، وبحتاج تقريبا 200 جرام من الشوكولاتة. يعني لو انت عندك القالب اللي هو 12 قطعة او 10 قطعة تقدري تحطيه كله، انا عندي مكعب تخين كده سميك فانا حطيته، والنار هنا هديتها خالص، وممكن على فكرة نطفيها، لكن انا سبتها هادية علشان ان الشوكولاتة عندي سميكة جدا، فبقلبها كده على نار هادية جدا. مجرد الشوكولاتة ما بتدوب خلاص بشيلها من على النار وبسيبها على جنب تبرد براحتها. بعد كده بدخلها التلاجة، لازم الجناش يدخل التلاجة علشان يبقى متماسك شوية ونعرف نشكله. معايا هنا بقى قوالب شوكولاتة، ودي انا هسيحها مع معلقة زيت على حمام مية علشان نشكل بيها السابلي. طيب خلاص كده معانا شوكولاتة بيضة وشوكولاتة بالكاكاو، هنبتدي هنا نزين. بجيب البسكوت بحط شوية شوكولاتة، او ممكن ناخد شوية من الجناش كده ونحط كده حتة لحسة كده على البسكوتة ونلزق بسكوتين ببعض. هنا بقى أنا عشان اغطيها بصوص الشوكولاتة او بالشوكولاتة السايحة، بحط عيدان الشيش طاووق كده على الطبق، وبصب الشوكولاتة من فوق، فكل الشوكولاتة الزايدة بتنزل في الطبق. وبعد كده بالشوكة بشيلها بحطها على ورق زبدة لحد ما تجمد معايا. وممكن نشتغل على الشوكة على طول، بعد ما نلزق البسكوتين في بعض نحط البسكوت على الشوكة ونصب عليها الشوكولاتة، الشوكولاتة الزيادة هتتصفى من الشوكة نحطها على ورق الزبدة، ولو عندنا صوص شوكولاتة زيادة ممكن نحطه في كيس ونعمله فتحة صغيرة ونعمل الخطوط اللي انتوا شايفينها دي، شكل جميل جدا. ممكن تعملي زجزاج عادي فوق كل بسكوتة، هيطلع معاكي ممتاز. هنا الجناش بعد ما طلعته من التلاجة كده بقى متماسك، واقدر احطه في كيس الحلواني مع اي فورمة وازين بيه، فضروري الجناش يوصل للقوام ده. لو فضل معاكي طري مش هينفع تشكلي بيه، تمام؟ فلو هو طري قوي هتضطري ان انتي تدوبي قالب شوكولاتة كمان وتحطيه على الجناش وتحطيه في التلاجة تاني علشان يبقى متماسك. بعد ما حطيته في كيس الحلواني بعمل الفورمة دي، وبحط لوزة او بندقية او عين جمل، والشكل ده جميل جدا. ده شكل الروزتات اللي هي الوردة العادية اللي احنا عارفينها، بنضغط كده، وعلشان الجناش عندي بيمط كده لان الكريمة بتمط شوية، فبلفها كده بتديلي شكل حلو، ونحط بندقية على الوش. طريقة سهلة وبسيطة، والصابلي كده عملناه في البيت بثلاث مكونات، العجينة طلعت معانا ممتازة جدا من غير ما نحط بيض خالص. ولو انت حابة تحطي بيض فحطي بياض بيضة في حال ان العجينة بقت مفرولة معاكي او مش عايزة تتلم. طيب لا، امتى نحط الصفار؟ لو احنا عايزين البسكوتة ناعمة ودايبة، صفار البيضة هيخليها معاكي ناعمة جدا، لكن البياض هيديك القرمشة المظبوطة زي الصابلي اللي بتجيبيه من المحلات. وزيني بالطريقة اللي شفتيها، وهتعملي كمية كبيرة جدا من كيلو الا ربع دقيق ونص كيلو زبدة. وبالطريقة اللي شفتوها دي انت احسن حلواني في البيت، هتعملي صابلي ممتاز. وان شاء الله لما هتجربوا طريقة النهاردة هتعجبكم جدا. والسلام عليكم وكل